طيب نكمل. طيب بعد كده جبت الاريا كونكريت بتاعه ولا عمود، انا ما تعبتش غير في عمود واحد لو تلاحظ. طيب بعد كده عايز اجيب العمود الكبير الكونكريت اللي هو الايه، البي في تي، العرض بالطول. في الطول غير الارتفاع بتاع العمود بقى 3 متر او الكلام ده. طب البي في تي يبقى انا عايز خانه اسمها الايه، البي في تي البي سنتيمتر صح، في ايه الايه السنتيمتر اعمل ازاي؟ ما ينفعش، ما انت كل واحده ليها معادله بتطلع منها. طب البي اقل حاجه العمود كام؟ 250. احنا شغالين من، طب انا شغال سنت كاتب سنت حلو، يبقى اقوم كاتب كام؟ 25. حلو طيب ماشي، ما هنفترض بقى في الباقي ولا هنخليها كله نفس ال، خليها كلها 25. طب افرض حصل حاجه بعد كده والتي كبير قوي، نكبر دي التي تقل فاهمني، بس نثبت البي. طب التي بتساوي ايه؟ ها يبقى التي بتساوي اي سي على بي. حلو قوي، يلا ايكوال ايكوال الخانه دي، الخانه بتاع الاريا كونكريت على ايه رايك؟ حاجه زي الوحش، في حاجه اسمها سمك العمود. عم النجار اعمله لي 25 في 47 3 من 10، انا عايز 45 سيف في 50 صح. طيب يبقى انا عايز حاجتين دلوقتي، ركز بقى في الحته دي، انا عايز رقم. هتقول لي طب ما انا هعمل واحد جديد وانا اقربها بالنفس، وانت هتقعد افرض 100 عمود. هنا ميزه الاكسل بقى، معادله انا مش عارفها بس عايزين نعرفها مع بعض. انا عايز يتقرب لاقرب كام؟ اقرب 5. جدع، يبقى يتاخد لاقرب كام؟ 5. طيب وما يقلش عن كام؟ عن 25. هو ينفع اقول ما هو اقرب 5 ينفع البي ب 25 والتي ب 20؟ يبقى ده اقرب 5. يبقى انا عايز ايه؟ ما يقلش عن كام؟ عن 25. يعني 25 فيما فوق، واللي فوق يبقى كام؟ 25 او 30 او 35. يعني بص شايف انت دي اهو، طبعا مفيش كده، ده بلح. نعمل ايه المعادله دي؟ بص مفيش هنا حاجه المعادله بتتكتب هنا شايف. ميزه، فاكر في الاول خالص الفيديو اللي فات قلت لك توثيق يعني ايه توثيق؟ يعني هنا المعادله كنت مدخل هنا ازاي؟ تدوس عليها تعرف. طب هنا المعادله دي ناقص لها حاجه؟ ناقص لها حاجات. ايه الحاجات؟ ايوه اول حاجه هتعمل، انا هاخد القيمه الاقرب من صح، الكبير من ايه، يبقى تيجي هنا تقول الماكسيمم وتفتح كوبس. بص هو بيعرفها لك حتى، بيقول لك الماكسيمم من ايه. ها الماكسيمم من ايه؟ لا اول حاجه انت عايز الماكسيمم من ال 25، يعني لو 25 و20 تاخد الايه الماكسيمم اللي هي كام؟ يبقى ال 25. بص عليك بعد النمبر واحد تعمل ايه؟ ادي القم. يبقى هاخد ماكس اما 25 اما الداله بتاعتي اللي هي الاريا كونكريت على البي. طب الاقرب دي داله اسمها ايه؟ اسمها سيلينج. ده بقى الحته بتاع الاكسل كله حاجه بمعادله، في بتاع التجاره بيستخدم الاف المعادلات. طب بيحفظها؟ لا ما بيحفظهاش، هو عنده حاجه بيدخلها في شيت اكسل ويشيل المعادله دي في شيت اكسل، يقعد بقى طول حياته يشتغل بالمعادله. سيلينج سيلينج ممكن تختارها، ممكن تكون سيلينج ماشي كده. سيلينج ايه بقى؟ سيلينج بيقرب، انا عايز الاقرب 2 الاقرب 5. سيلينج فتحت القوس، ها مش انت عايز دي؟ اهو فتحت القوس لدي. بص قال لك بعد النمبر دوس ايه؟ القمة وبعد كده ليه؟ ها التقريب بتاعك، يبقى تيجي بعدها وتدوس الايه؟ القمة. بس الكهرباء الاقرب كام؟ 5. اقفل سوري معلش اقفل قوسين، كان اصلا قوس تاني. شوف كام؟ فاكر مش كانت 47 وشويه؟ بقت 50. طب تيجي بقى نكر دي كده. بس شمع اسمه عمود، شمع عمود صغير على فكره، لو تلاحظ ممكن 25 ده كان يبقى 20 او 15 بس انا عشان عملت الماكسيم فاهم الحته دي. احنا بس عايزين في حاجه، هو
مش بيسجل ليه؟ على الديسك توب. مش احنا مسجلينه على الديسك توب؟ سبحانك الله. ما نزل الكلام ده فيديوهات علومي. طيب معايا كده؟ طيب بس هي في مشاكل؟ جبت التيم، خلي بالك عشان هتعمل لي برضه حاجه زي كده. ها في بجد مشاكل؟ لا مثلا طيب جبت البي في التي، بعد كده يجيب الايه؟ الارياس تي. الارياس تي ال 0.01 بقى في البي في التي. ده شيء ايوه، هختار الايه؟ الماكسيمم من ايه؟ اما 1 من 100 من الكونكريت او 6 من 1000 من البي في التي. يلا يا حب اشتغل. ماشي اوكي. نعمل كذا. نعمل كذا اسمها الارياس تي. تمام. ايه؟ سنتيمتر مربع. حلو. يلا اشتغل. علم على الخانه اللي هتشتغل عليه. اهو. لا اتفضل يا نهار ابيض. حبيب قلبي انت بتعمل، استنى بس استنى. انت بتعمل ايه؟ مش عايز الماكسيمم. اه. يبقى بتعمل ده اللي اسمها الماكسيمم. ثانية واحدة. مش انت عايز الماكسيمم من دي او دي؟ اشتغل دي بخانه ودي بخانه ثانيه. وبعدين تعمل خانه ثالثه، يبقى انت ما فهمتش الاكسل. يبقى تعمل خانه ثالثه تقول له خد لي الماكسيمم من دي او دي، ينفع. بس في ثلاث خانات. الشغل المحترفين خانه واحده يا حبيبي، انا ما يهمنيش مش انت هتعمل لي خانتين؟ هيبقوا نجلكت بالنسبه لي. هتقول لي طب ما اشيلهم ديليت بعد كده، لو شلتهم ديليت هيقول لك نوت فاوند ريفرنس، مش لاقي الريفرنس، مش انت شاورت عليهم؟ هتشيلهم، هتشيل الخانه اللي انت عاملها. خانات ما لهاش 30 لازمه. فانت هنا تقول ايه بقى؟ بص ماكسيمم. ماكسيمم افتح كورس. بص هو لك النمبر بتاعك عايز ايه؟ 0.01 في الاسي. حلو. لا كما شوف بص هو لك ايه؟ اهو. اي حرف الواو. الحاجه الثانيه 0.006 في هذا بي في تي. طب في استنى بقى فين التي؟ هو الكلام بس دخل عليها مش اكتر. في حلين. الحل الاول فاكر تسميه العمود هي التي ده، العمود ده اسمه ايه؟ اف 4. يبقى تقول فيه اف 4 وتقفل. خلاص ماشي اوكي. ها اعملها ريبليكيت كرر. دوس على مرتين شمال بس بس كده. ها في مشاكل؟ طب جبت الاي اس تي بعد كده عايز كام فاي كام؟ طبعا. حلو. تيجي هنجيب هنثبت القطر وبعد كده نعمل تغيير للقطر. ازاي نثبت القطر بعد كده؟ يعني هقول هو هنا لما بتغير حاجه، يعني هنا مثلا العمود ده 25 في كام؟ في 50. يجوز ده 25 في 5 بس ده 25 في كام؟ ما ينفعش. 25 في 100 ممكن ده، لو خليك 25 دي 40 ينفع؟ ينفع. بص ال 100 على طول هتتغير. فهمت دي؟ تمام. فانا بخلي الاعمده ايه؟ قريبه. طب وقربها بناء عليه، مش في معماري؟ ما ممكن وانا جاي اعمل ال 40 ال 25 دي ال 40 الاقيها دخلت في فتحه باب، اقول لا خليها 30. تمام. فاهم الحته دي؟ ممكن نخلي دي 30 على حسب الرسم بقى 85. فاهم الحته دي؟ 40. 25 في 50 ماشي، 25 في 85 ممكن ده نخليها 30 او 70. حلو. تمام. 25 في 60 40 في 65 25 في 45 45 وهكذا. وهو 25 في 30 بس. فاهم؟ فاحنا هنثبت القطر وليكن فاي 12. ونشوف العدد، افرض العدد طلع 20 سي، لا نخليه في 16 هتبص تلاقي السيخ قل. فاهم؟ ما انا مش فاهم ليه. طيب تعال الفاي هتكتب ايه فيها؟ القطر هنكتب 12. طب الفاي لا قلت لك الخانه ذات نفسها تكتب ايه؟ ده او شايف دي في حاجه اسمها انسيرت سيمبل رمز. فين الفاي؟ ما لقيتهاش هنا هنجيبها من فوق. لقيتها هنا؟ لا دور معايا هنا. ما لقيتهاش هنبدا ندور اهو. دور كده بقى معايا. لا فوق 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 فوق
ماشي نزل تحت فوق بقول لك انزل تحت، انزل يا تحت. عم. استنى بقى انا مواد. عارف انا ايه فيه. طيب استنى هتنزل غلط يا باشمهندس. باشمهندس ايه بقى، انت خليتها باشمهندس ايه؟ انزل بس اسمعني. طيب ماشي اهو بيطلع شوية. سنة سن اهو. ثانية اظبط كده. هتتلاقى. اصبر وما صبرك الا بالله. بيطلع ثانية. اي انديكيشن مؤقت بس، بس هي موجودة. ده فوق بقى شوية اهي. فين دي؟ اه هي انسيرت والله. ايه ده؟ فلوس في شيء اصغر من كده؟ على قد فلوس، اعلم عليها واروح لهوم. شاف دي اهو يا مسكين. 2003. لا انا هطلع انا فوق ده كده هيشتموني. يا ابني يا ابني الرقابة الرقابة انا اقف. ماشي، ده القطر حلو كده. طيب القطر نخليه بالملي مثلا اهو، بالملي اهو ماشي. نثبته مثلا كله كام؟ 12 اهو، ادي 12. طيب بعد كده اللي هو النمبر بقى. جدع، نمبر اوف بار صح؟ نمبر اوف بارز. قوم جاي معلم على الخانه دي. طب النمبر اوف بارز بيساوي ايه؟ حلو، الاريا ستيل. خد القلم التاني. الاريا ستيل بتساوي اريا ستيل باي تي سكوير على 4. تمام كده احنا عايزين ال ان دلوقتي. حلو، يبقى الاريا ستيل على ان ايكوال اريا ستيل. اقول 4 بقى في الاريا ستيل، 4 في الاريا ستيل. 4 في الاريا ستيل على ال الباي سكوير. يا حبيبي احنا عايزين ايه، نشيل الان بقى. صح. يبقى الان بتساوي ها 4 في الاريا ستيل على سيبني بقى المركز هنا كده باي في الفول تربيع. تمام احنا هنعمل 4 افتح فوق نكتب 4 اريا ستيل حلو على الباي. هنقول الباي ممكن نجيبها من هنا رمز، او نكتب بي اي، او نكتب 3 14. هنكتبها 3 14% ها في فاي سكوير. يلا اكتب حلو. بس انا مش عارف السكوير هتبقى ازاي. استنى الكور 4 في هذا 4 في الاي اس تي. الاي اس تي تمام كده على الباي بقى هنعمل ايه؟ قول 3 و14 نعملها 3 و14. ممكن تكتب تاكل في زي تاكل في زي تكتب اي اي هنشوفها برضو مره ثانيه. خلاص 3 و14 100 ها اتش 4 عايز سكوير بقى بعملها ازاي؟ اتش 4 سكوير بقى شفت 6 اف اهو شايف الاس؟ اه شفت 6 اه هقفل تربيع. هو انت اس ايه؟ اه ماشي 2 تمام بس كده. اه هقفل القوس. اه و دو 1 2 شايف العدد قد ايه؟ ما شاء الله بتاع 2169. لا عادي هنجيب عمود يعني نستورد نستورد عمود عشان شغالين بالسنتي هنا. اه نستورد عمود عشان حضرتك نحط 2000 سي، نوقف في البلد كلها عشان نحط 2000 سي ماشي. طيب نرجع تاني بقى، ايه الغلطه؟ النمبر بيساوي 4 في الايه؟ في الاريا ستيل. معايا كده؟ طيب الاريا ستيل بكام؟ بالظبط كنا نغير بقى. طب هنخليها ما تقلقش ما تسجلش. يبقى الاريا ستيل بالسنت على الباي في الفاي تربيع ده بالميل. ممكن نخليها 1 و2 ماشي. طلع كام سيخ؟ ها جيت انت عملت ايه؟
بص انت عملت ايه؟ قلت ايه النمبر بيساوي المفروض المعادله بتساوي ايه؟ الاريا سي بتساوي النمبر باي دي تربيع على 4. قلت يبقى النمبر بتساوي 4 في الاريا سي على باي دي تربيع. قلت اهو بتساوي 4 في الجي 4 اللي هي الاريا ستيل على باي في الدي الاول فاي اللي هي اتش 4 وتربيع طلع ب 21 سيخ. هاي حلو، بس في حاجه طلع كام سيخ؟ 21 وكم؟ و6. يعني سيخ 2 3 21، هات لي حته سيخ ينفع؟ حلو. في شرطين وانت اللي هتعملها بقى دي. ايه الشرطين؟ نعمل اللي هي جدع سيلينج وتقرب لاقرب كام؟ اقرب واحد. حلو، ده عمود، هو دائري، ده عمود مربع يعني بيبقى عدد زوجي، يبقى الاقرب 2. طب حلو، افرض طلعوا يا حبيب قلبي سيخ، اقرب 2 يبقى كام سيخ في العمود؟ قلنا اقل عدد السيخ في العمود كام؟ 4. يبقى هنعمل معادلتين زي المعادله، فاكر المعادله بتاع ماكسيمم وتدخل في الناحيه الثانيه سيلينج. يلا ما تشوفش المعادله، مش هشطب يلا لا بعد يساوي